هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقت يا جماعة الخير وتزامنت بين الحوافيش مناسبتين، أسبوع النهقة مدري الصرخة حق الخميني وحسين الطاحس و17 يوليو ذكرى تولي النكبة المخلوع، وهذه يا مزاحمة بينهم ودوشنا على إحياء الصرخة والنكبة. هات قال حط، تعالوا معنا السبعين قال لا، تعالوا هنا الجراف. يا حراقاه ويا رواقاه. يجب هنا أن ندعو الإخوة الخطباء والإخوة المصلين بأن يكون لنا موقف بعد صلاة الجمعة في كل مسجد من مساجد الجمهورية اليمنية. ومن كان مع الدستور، ومن كان ضد الإرهاب، ومن كان مع الدولة المدنية الحديثة، عليه التوجه إلى ميدان السبعين لتلبية نداء المؤتمر الشعبي العام. وهات يا دردحة كل فريق بالبعاء حقه. المهم الحوثة باعتبارهم الداعسين على الناس الثانيين ما خلوا شارع ما لططوا فيه ضفأتهم ونهقوا فيه بأسبوع النهيق حقهم. نبعوا جامعة صنعاء يعملوا ندوة عن الصرخة وتأثيرها على واقع البصرميط وانتعاش الكتن والقطرنة الحديثة، وما لقيوش مكان يناقشوا قطرنة ونهقة حسين إلا في أقدم جامعة يمنية جامعة صنعاء. القطرنة علم علم مش من جانا هاق. الله أكبر. يعني أكاديميين ودكاترة الجامعة تجلسوا تسمعوا محمد الفخيتي؟ هذا مدري إنه موعد هادية ولا لا؟ تستاهلوا تستاهلوا والله، إنه هذا هو المكان الطبيعي للي يحضر من دكاترة الإنقلاب، وأعلم واحد فيهم تلميذ محمد البخيتي يتعلم ينهق. بس ليش عملوا الندوة بتاريخ 16 يوليو؟ ومنهم المستكبرين اللي انطلقت صرخة حسين الخمينية في مواجهتهم؟ ما تحتاج مفهومية، ما فيش غير أبو عفشفش أكبر مستكبر اللي صادف اليوم الثاني في مناسبة قفزته لكرسي الرئاسة عام 78، ومنها ولا عاد شفنا الخير. يعني يشتو يقولوا له أرقود انتهى زمانك يا مخلوع، ولابد من طمس هذه المناسبة شعبيا شعبيا عندهم في حواري صنعاء وكذا. بس العفافشة ما سكتوش وقب يوم ثاني يعملوا برضو ندوة عن 17 يوليو بما هذا المثال، وما في صرخة ولا نكبة أفضل من الثانية. الله ينكب الطرفين ويريح البلاد والعباد منهم. وإذا كان الحوثة قابوا البخيثي فالعفافشة معاهم عارف الزوكة، اثنيهم معلمين تليوس على العال. ولكننا نحتاج إلى آلاف وآلاف الندوات، ونحتاج إلى أن ندرس في الجامعات والمعاهد حياة شخص اسمه علي عبد الله صالح. لما لا؟ اقفش، قال لك لما لا. سبقوك يا ليد، تأخرت. قل الجامعات تدرس النهيق حق حسين، خلي آلاف الندوات حقك بالبدر ومات. اسمع اسمع يا زوكا، وبرد قلبك وصلي على النبي وآله. هكذا دفع الشعار بالأمة إلى الحالة الإيجابية والتحرك العملي الجاد للنهوض لمواجهة الأخطار المحدقة. شفت كيف دفع الشعار بالأمة ووصل للجامعات اليمنية ومناهج التعليم، وانتم حانبين بقوخ الزعيط محشورين في زخط بمع هذا الميثاق عايشين ذكرياته. فقد كانت مرحلة علي عبد الله صالح ثورة ثقافية وتعليمية بكل ما تعني الكلمة من معنى.
وما 15 جامعة ومئات المعاهد. ورجع للجامعة. أقول لك أرقود، أرقود لقد زقروه عليكم زقرة الجن. ورجعت الجامعات كلها تعمل مهرجانات وشعوذة وصراخ ونهيق وأنتم عر واحد يطلع نخس. شوف لك حاجة ثانية كه ليس ليس هات استازوكا البرويالد. بنى جيش وطني قوي، اليوم ننهل وندافع عن حياض الوطن من مخزون صالح. مخزون صالح الذي يعجبك. خف علينا يا مخزون. هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة طول فترة حكمه وهو يحرم الناس من اللقمة ويشتري لهم بها رصاص ينعت بطونهم القاوعة. أما جيش الخريط اللي بناه جيش الكدم والفول والهزايم والعكفة اللي بناه، تعالوا أوريكم أين صار. متع عيونك. شفت فين الجيش اللي بناها المخلوط؟ يا يحكم يا يسلموا العصابات ويحولوا إلى ميليشية إجرام انقلابية. هيا أتحدى زعيمك بس يحرك 50 عسكري بدون علم وإرادة وتحكم الحوثي. كعر كعر يا وطني، ها قد وصلوا يستعرضوا باب بيته ويصرخوا فوق راسه وانتم زي الضان الممطورات ولا نخص. لحظة يا أستازوكا، داعي بسمعك نموذج حبتين نفر من الجيش اللي بناه زعيم الغفلة. زعيمك استمتع. نحن نعادي أعداء الله ونعلن الولاء لله ونعلن البراء من أعداء الله. هذا شعار يجب أن يتجسد. الصرخة المناهضة للمستكبرين، للمنافقين، لأولئك المنبطحين. ها قال لك المستكبرين المنبطحين. والله ما حد منبطح لهم غيركم يا زوكا، وقد قربت بنفسك انت طعم الانبطاح بالكويت يوم قال لك جاهل متبردق من صعداء خراس في وسط المفاوضات، وجلست انت وياسر العواضي حانقين بغرف الفندق. عادك واقي تطلس وتليس اللي اهانكم واهدر بلاد بمن فيها. وله تجربة 3 عقود ونيف، بدأها بتأسيس الشورى، بدأها بالديمقراطية، وأختتمها ختمها بضفع، ختمها بخيانة الجمهورية وحباب الركب وإعادة الإمامة والكتل، ختمها بأمثالك من المطلسين. يعرف شعبنا من هو علي عبد الله صالح جيدا، وبالتالي أدعوكم إلى مراجعة هذا التاريخ. أبشر يا أحلى قصة تليس تواريخ، إلا نراجع ونفصفص الكشكول كله والشعب يعرف جيداً من هو وكيف جاء وكيف بقى يروح. بسم الله. هات يا ليد أفضل فيلم وثائقي عملوا للمخلوع وعادوا رئيس. علي عبد الله صالح يقدم نفسه قبل غيره ليكون ضمن مجموعة من الضباط الأحرار تقوم بتهريب القذائف والذخائر من مخازن جيش الإمام. مهرب مغفر سارق كذا يا زوكا، بدأ سيدك وكذا عاش وكذا حكم وسرق وقتل وكذا بايختمها منحرف. غفر الجمهورية طيلة حكمه، ولما أراد الشعب استردادها هربها للإمامية. منحرف تجاوز 70 من العمر ولا زال متألق في الانحراف والإجرام وقلبه طري يحتفل. نطلع فاصل ونرجع نواصل مع المهرب علي صالح عفاش. حيا بكم ومرحب. وفي 17 يوليو يوم الجلوس على الخازوق 33 سنة،
أيوة الشعب المسكين هو اللي قعد على الخازوق ما بوش غيره. يوم النكبة اللي وصلتنا بعد 33 سنة منها إلى حالة جن أوسخ مما نستلهمها، لا كهرباء لا صحة لا تعليم سعى خلق الله. عمر جيل كامل راحوا بالأخير حرب وإمامة وميليشيات وما بوش رواتب. قال المثل مختم القبح ضفى والمهرب الثائر زاد طينها آخر عمره بمسيرة الكتن. ليش كذا؟ قال هو يعرف القص على رؤوس التعابين. دوق برع يا ليل. ولا تهونوا، كان مكانك بالكثير مرقصي من عرس لا عرس، ولا حد بيتعور ولا بنقصف ولا بندخل بحروب ومقاعة. لكن ايش تقول للدبور واللي خافوا من شرك وفجورك وخضعوا لعصابتك وطلعوك رئيس؟ لا رحم لهم عصبة، واليوم يتقنبع ويكتب خطابات يتذكر يوم المصيبة. 32 عاما منذ أن تحملت مسؤولية قيادة الوطن والتي استمرت مدة 33 عاما ونيف. من فين تحملت؟ احنا اللي تحملنا كل هذه الفترة نتوبها لك وإلى اليوم. قال تحمل مسؤولية قيادة الوطن. وبعدين هذه نيف من فين طلعت؟ وانت والزوكا حافظنا بالنص الاثنين. خد الزايد معك نفنف يا نيف، لكن ما فيش فيك ذرة ذكارة. في ظروف أقل ما يقال عنها بأنها كانت قاتمة وحالكة الظلام نتيجة الأوضاع المفعمة بالتعقيدات والمخاطر الناجمة عن حالة الفوضى التي عمت البلاد والاضطرابات والصراعات. هي ديك 39 سنة نفسي أخذوها منك زي ما شليته، وعاد الزائد معاك نسبة الإهلاك، خليتها مبوشة وزدت رنقكت الجمهورية بالأخضراني. حق سيدك حسين يا ضباط أحرار. ولليوم قاتمة وحالكة وعادك بقلة حياة جاي تحتفل بفشلك. وهذا الحمد والشكر مقرون بأسماء آيات الامتنان والتقدير لكل أبناء شعبنا اليمني الأبي ولتلك الجماهير الغفيرة التي توافدت إلى العاصمة صنعاء من أغلب محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها تلك المسيرة الحاشدة التي قدمت من تعز لمطالبة مجلس الشعب التأسيسي بانتخاب علي عبد الله صالح لقيادة الوطن. في مقدمتها المسيرة اللي طلعت من تعز، للحين جازيتها ورديت لها الجميل. والله انك صاحب معروف قوي. بالقناصة تدقوهم الميتي اف. الذي بيقاتلوا في تعز ارهاب، كلهم دواعش. والذي بيقاتلوا في المخا دواعش. ولكن هناك رجال، هناك رجال وشخصيات بالقناصات. دقوهم دقوهم بالميتيس، دقوهم بكل أنواع الأسلحة، أحرقوهم. يا أخي من حقك الشكر، هذا ما يشتوش. قال يشكرهم، المفروض تبوس رجوع أصحاب تعز اللي خرجوك من الضمج وطلعوك رجال، وده الحين تقازيهم بالميتي إف والألغام وقنص النساء وشعبكات البلاد. كما أنني أجدها مناسبة بعد مرور هذه الفترة الزمنية للتذكير بأني كنت فعلا بعد أن استخرت الله سبحانه وتعالى قد حملت كفني في يدي وأعلنت قبولي ورضوخي لإرادة الشعب بتحمل المسؤولية. خف علينا يا رابع العدوية، استخرت الله قلت لي ها؟ وسمت الست البيض ولا لا؟ أيوة طبعا استخرت الله ولبست الشعب الكفن، ولما انت زي الدمة معك سبعة أنفس. الله يرحمه العرشي رئيس مجلس الشعب وقتها هو داري كيف استخرت الله. 40 يوم وملك الموت ماسك بحلقه لما انتخبوك المدبرين وفكلوا. وحلوة رضوخي لإرادة الشعب. باب 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 باب. كيف بترضخ؟ حتى لما قال لك بعد 33 هات السلطة رضخت رضخة من يوم جمعة الكرابة لليوم وانت راضخة. هس قوم 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 الريحة طلعت قوم. فقد جاءت السلطة إلينا ولم نركض وراءها أو نبحث عنها. يا أخي كنت بليح، كنت وسيم وأغريتي وركضت بعدك وفلتت أهلها.
صحيح ما ركضت بعدك ولا قلت لها. انت يوم العزومة حق الحمدي كنت ترفض السلطة قوي ولا صدره رصاص، وشنطات الغشمي الله يرحمه كانت تدور لك هي في بيت الجيران. أرقد لك بس لما يصل لك أبو شعفة لا يمكنك راكض. لقد كان همنا الأساسي هو العمل على إنهاء حالة التصدع التي كانت تعيشها البلاد. ما هو كان فعلا هم بلاد في حالة تصدع كده ومشروخة. المستأجر الأول يا أخي كان قعاث وبهدل بالأبواب وشخبطوا الجهال بالجدران وشرخوا القصبة. فعلشان تنهي حالة التصدع ما فيش إلا حلين، يا تصلح الشروخ وترمم وترنقق، يا تنسف أبوها على حجر حجر وتخلص من هم التصدع. يعني زي ما أنتم شايفين اليوم الطريقة العفاشية. وأدعو إلى فتح صفحة جديدة تسودها الأخوة والمحبة، وأؤكد لكم أنني سأكون مصلحاً ومصالحاً ومعي رفاقي في المؤتمر الشعبي العام. من يوم ما نعرفك وانت تهرع صفحات جديدة وحقك الدفتر ما خلص، شابك من وراء العداد تهريب. عندك عشرات الآلاف من المخطوفين، ابدأ بيت صفحتك وفك أسرهم إذا كنت فعلاً صادق. ولا بس يا مصلح ومصالح، التصالح عندك يوقفوا دأس من فوق ومن تحت لميليشياتكم. أما رفاق المؤتمر والله ما عاد بواحد، ما عاد إلا رفاق التوريث الأستاذوكا والعواضي، وبقية رفاق المؤتمر بين مدفون تحتها ومشرد فوقها. كلموا يا بركاني. وأدعو كل الأطراف اليمنية أيا كانت مسمياتها أو مكوناتها في الداخل أو في الخارج أن تكون القدوة في التضحية، وأن تقدم التنازلات للوطن، وأن يبتعد الجميع عن التمترس والمكابرة تحت أي مبرر أو دوافع. فلا بد من التضحية سواء بالسلطة أو الجاه أو المال. يا سلام، سالي سالي سالي، أنا قصة إنسان، أنا قرح الزمان، الفن قراعة والبتاع بالقاعة، الكلام تقول عسل والفعالي قرام، ومخزون يعقباك مخزون تم تهريبه من أيام الضباط الأحرار. هيا بدأ أنت الأول، أطلع منها بدأ. قال استحشر البلاد والعباد وتدعو الناس يضحوا، ما أنت ما بوش عليك، انت تتهرب واصل من كل تضحية، اسحب قناصاتك ومقاتلينك من تعز، افرق عن المعتقلين. قلنا وين وديت قحطان ورقاب والصبيحي وناصر منصور؟ اتفاهم مع امهات المختطفين ميتين في كل شارع بالاعتصامات، رد المتبردقين للقروف، وبعدين بايقع خير. فليضحي الجميع بمناصبهم ومصالحهم وبما امتلكوه من مال وامكانيات وجاه من أجل الوطن، كما ضحينا عام 2012 بتخلينا عن السلطة طواعية وبقناعتنا وتسليمها بالطرق السلمية والديمقراطية، حقنا للدماء وصونا للأرواح وحفاظا على الوطن. يا طاوي الروح، جالس يدل لنا بتسليم الخرقة، اللي جلسوا سنة ونص بالشارع معتصمين ضدك إيش كانوا يعملوا؟ مطوبرين على ديزل؟ أسكت ولا بنرجع نجيب الزياني حق مجلس التعاون الخليجي يشهد كيف سلمت السلطة بعد ما فللن أرجوله رايح راجع وقع قال ما بوقعش، وهات يا مشاوير. آه زي الديك اللي يعرف بالفروض ويأذن الفقر ورجوله بالبتاع. وأوجه هذا إلى الجميع بدون استثناء، وأخص أولئك الذين شاخوا والذين على وشك الشيخوخة والمتطفلين سياسيا أيا كانت انتماءاتهم ومناطقهم. الذين شاخوا، وانت فاكر نفسك ايش باربي؟ انت مش متطفل اصلا، انت خريج جامعة السوربون في العلاقات الدولية. يا راجل حرام عليك، قد جدي ما يعرف الا رئيس وابي كمان، وانا ما نعرفش ثلاثة قيال تخلي ولدي يشوفك كمان؟ ايش اللعنة اللي اصابت البلاد ذي في بس 39 سنة يا نشبة النشبات؟ قال شاخو شاخو والله من فوق راسك.
أقول هذا وأنا خارج السلطة، ولا أطمع للعودة إليها ولا أفكر فيها، لا من قريب ولا من بعيد، كما تروج له وسائل الإعلام سواء الخارجي أو الداخلي ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة. خارج الكيس داخل الكيس، قال لا أفكر فيها. صحيح صحيح، أنت تتنفس وتقرب عروقك، ولا على أي أساس أنت متمسك برئاسة الحزب؟ عشان الأحزاب هذه هي للتدبير المنزلي، ما هيش للوصول إلى السلطة. وبعدين ليش تسميها فتنة؟ خايف المشرف حقك يصدق يقوم يكلبشك وسجن هبرة؟ وفي الختام أوجه التحية والتقدير لكل المجاهدين من الجيش والأمن واللجان الشعبية. ما فيش فايدة ختامها زي وقهه. تحية اللجان الشعبية قلت ليها؟ هيا وين اللي صدقوا وقالوا يمكن صدق دي المرة؟ فهموا مع اللجان الشعبية ولا نقص. شوفكم الحلقة الواقية. السلام عليكم. لا 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 لا